السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه اللي هي سريعه بزاف. سيار بوراك على الطريقه ديالي، كفته ديال الدجاج بمكونات بسيطه، ربعه ديال كفته ديال الدجاج، وكذلك هنا عندي الموتزاريلا حكيتها انا يعني بشرتها رقيقه، وعندي الكزبره او البقدونس مقطعين، 3 فص ثوم، نصف كاس صغير عصير ليمون، ونقطة أو نصف معلقة صغيرة ديال الخل، حيت الدجاج كتعرفوا فيه الزنخة يعني الثورة، فضروري ما كنضيفوا ليه الخل أو حامض أو أي شيء اللي يكسر ريحة اللحمة. من بعد حبايبي أنا هنا جبت طواي أو مقلة، ضفت فيها الزيت اللي غادي نرفعها فوق النار حتى كتسخن مزيان. من بعد غادي نضيف عليها البصلة باش كنشحرها ونقوم نتلاقاو. إلى أول مرة تشتركوا في القناة، فعلوا جرس حبايبي باش يبقى وصلكم الجديد. من بعد حطيت هنايا حبايبي البصله فوق النار، كنبقى نحرك فيه حتى كترخى. انا يعني ما بغيتهاش تحمر، يعني بغيتها غير ترخى، ما بغيتش تغير اللون ديالها. من بعد غادي نضيف ليها حبايبي الكفته، وكذلك غادي نستمر نفس العمليه. غادي نضيف ليها الثوم، اللي الثوم هرست الثوم. ومن بعد حبايبي غادي نضيف ليها البهارات المشكلين اللي فيهم الصوص ديال الصوص حار، وكذلك فلفل احمر، فلفل اسود، عندي نعناع يابس، وكذلك كزبره يابسه، معلقه ديال الملح. هادو هما المكونات اللي ضفت فيها حبايبي. ديجا قلت لكم انا ضفت غادي نضيف ليها في الاخير، حتى في اللي يعني كنقرب ننزلها من فوق النار كنضيف ليها البقدونس. انا بغيت الشكل ديالو يبقى اللون ديالو اخضر، ما يتغيرش اللون ديالو حبايبي. ما كتاخذش يعني بزاف فوق النار، هيك عارفه الكفته كتكون يعني مطحونه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. حبايبي الكرام، هنا غادي نخلي لكم فيديو سابق، غادي تلقاوه فوق الايقونه في الشاشه، راه غادي يعجبكم بزاف. حضروا هذا الفيديو، هذا استفدوا منه ان شاء الله. هنا حبايبي الكرام، انا فتحت الورقه ديال النيفكا، غادي نبدا نلف في هذا الورق هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كنحط معلقه ديال الحشوه في الورقه ديال النيفكا، من بعد كنلويها مزيان وكنسد عليها بشويه ديال الماء، كنخليها ترتاح.
بعد مني كملت الكمية ديال اللف ديال السيجار حبايبي. هنا انا سخنت الزيت اللي هو مزيان في مقلة بحال هكذا، وكنقصت عليه النار، خليت النار مهيلة، وكنضيف السيجار وحدة حدة وحدة بحال هكذا، وكنخليهم حتى كيتحمروا عاد كنقلبهم حتى ياخذوا داك الوجه الذهبي، ومن بعد كنقلبهم. يعني مبغيتش يكون اللون ديالهم غامق، متوسط. هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا. دابا انا غادي نقلبهم، كيجي الشكل ديالهم جميل بزاف حبايبي الكرام، بخصوص ملي كنضيفوا فيهم الموتزاريلا والكفته ديال الدجاج، خطيرين، احسن من الجبن العادي. يعني بحال هاد الوجبه في رمضان، يا سلام حبايبي، جربوها راه تعجبكم بزاف بزاف. كنعجب حبيبي مني كتقلى لي هذيك الكميه، كنحطها وكنضيف الكميه اللي بقات حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. عقب نتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالها حبايبي الكرام. وهذا هو الشكل النهائي ديال سيجار بوراك بالكفته ديال الدجاج ومع الموتزاريلا بالمكونات، بسيط جدا. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه الخفيفه الظريفه اللي تقدروا تحضروها لوليداتكم في وقت قصير بزاف، اللي هي من معلومات عبر النت من قناتي حبايبي. الى اول مره تدخلوا القناه فعلوا جرس، اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. غادي نخلي لكم المقادير ديال هذه الوصفه في صندوق الوصف، والروابط ديال الانستغرام، تيك توك، وكذلك الفيسبوك. شكرا لكم بزاف حبايبي، نتلاقاو ان شاء الله في يوم جديد. بالصحة والراحة للجميع.